لا بأس أن يخرج الإنسان ليرى نعمة الله عز وجل على الناس بنزول المطر. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم كما ثبت عند أبي داود من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان يبدو إلى التلاع، والتلاع هي مصاب المياه من علو إلى سفل بعد نزول الأمطار. لكن الإشكال هنا هو ما يقع فيه البعض من الأخطاء، منها البعض يخرج بسيارة لا تتحمل البر، ولربما تكون معه عائلته فيتضرر ويتضررون، أو ربما يصيبهم الهلاك. ولذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الحسن عند الحاكم قال: ثلاث من سعادة الإنسان، منها الدابة تكون وطيئة يعني سهلة منقادة، والدابة تختلف باختلاف كل عصر، الدابة تكون وطيئة تلحقه بأصحابه، وثلاث من الشقاء الدابة تكون قطوفة، إن ضربتها قطوفة يعني غير سهلة وغير منقادة، إن ضربتها أتعبتك، وإن تركتها لم تلحقك بأصحابك.